أحبتي اليوم بعيد كبير، هو بداية لزمن جديد بكنيستنا، زمن الصليب. كنا مع زمن الميلاد، بعدين زمن الدنح، من بعد زمن الدنح فتنا بأسابيع التذكارات، رجعنا فتنا بزمن الصوم، من بعد زمن الصوم إجا أسبوع الألام، بعدين أسابيع القيامة أو زمن القيامة، زمن العنصرة اللي انتهى امبارح، واليوم منبلش زمن جديد هو زمن اكتشاف واعتلان الصليب. الصليب المقدس، زمن الصليب هو زمن كتير مهم اخوتي، حتى نفهم كتير من الاشياء اللي خبالنا اياها يسوع تيحكي عن الاشياء النهيوية، كيف نشوف الحياة ولكن بقوة الصليب. واكيد هيدا الزمن بضل معنا تنرجع نفوت بزمن المجيء أو زمن استعدادنا للميلاد. رح ناخد الكتب اللي بين إيديكم إذا بتسمحوا، حتى صفحة 3 أو 4 نجتمع سوا حول كلام بتمنى تتأملوا فيه، هو لحن بتعرفوه ولكن كلماته بحطنا قدام زمن الصليب بهالافتتاحية الكبيرة اللي رح نحكي عنها أكيد خلال العزاء. تفضلوا اقعدوا إذا بتسمحوا، خلونا نصلي سوا ونرنم سوا الهللويا اللي محطوطة على صفحة 4. هللويا، الصليب غرسة عدن الحياة، وحي موسى قصة بدء التوراة، في ظلها ملجى الأقطار، في حملها أشهى الأثمار، وفاها الأغنياء والفقراء، غناها الأنبياء والشهداء. هللويا، صليب الأنوار، هللويا، ملء الحق طبقا، يوسف الرامي، أي سر أعطاك فادي الأنام، ملء العينيك أسرار ابن الله.
إله ملء كفي ثمرات الحياة. هيا واقطف ثمرات عود الصليب، فالصليب غرسة عدن الساليب. هاليلويا صليب الأنوار، هاليلويا في المساء أطبع رسم الصليب، فوق صدري طاردا خبز المريب. نصف الليل يغدور الغادر يلقى واسمى صليب القادر، يهوي للحال يرمى في الظلمات. أغدو في الصبح أشدو رب الحياة، هاليلويا صليب الأنوار. المجد للآب والابن والروح القدس من الآن وإلى الأبد. أهلنا أيها الرب يسوع أن نحتفل بعيد ارتفاع صليبك المجيد بالتهاليل والترانيم المقدسة، وعندما تظهر في اليوم الآخر وتبدو علامة صليبك أكثر إشعاعا من الشمس، ضمنا إليك واغمرنا بنورك الأبدي، فنرفع المجد والشكر إليك وإلى أبيك وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. السلام للبيعة ولبنيها. التسبيح والمجد والإكرام إلى المخلص الذي جعل خشبة صليبه سورا حصينا لرعيتي، ووضعها سق خلاص لميراثي، ورفع بها شأن بيعتي، وأبهج الشعوب التي آمنت بي. الصالح الذي له المجد والإكرام في هذا العيد وكل أيام حياتي. أيها المسيح، يا من بصليبك الثمين أتممت لنا خلاصا كاملا، وهلتنا اليوم أن نحيي ذكرى صليب خلاصنا، ها إنا نعيد له بالتسابيح والمدايح هاتفين. تباركت يا عود الصليب المقدس، لأنك محوت لعنة آدم وأرجعت المنفيين إلى ميراثهم. تباركت لأنك وصلت بين العلويين والأرضين. تباركت لأنك تممت الأنبياء برموزهم، وأنرت الرسل في كرازتهم، وكللت الشهداء بإيمانهم، وشرفت المعترفين بظفرهم. والآن نسألك أيها المسيح مخلصنا على عطر هذا البخور، أن يكون عيد ارتفاع صليبك الكريم بشير الإيمان والسلام. ارفع به شأن بيعتك المقدسة، دبر رعاتها،
زين بالفضائل كهنتها، نقي شمامستها، أعضد شيوخها، أدب أطفالها، قوم شبيبتها، صن أيتامها، أعل أراملها، أرح في مساكن النور إخوتنا وأخواتنا الراقدين على رجائك، وأهلنا جميعا أن نستظل حمى صليبك في يوم مجيئك العظيم، فنرفع المجد والشكر إليك وإلى أبيك وروحك القدوس إلى الأبد. آمين. عود الصليب أخفاه الشعب الظالم، إيلان الملكات بيّنته للعالم، ضاء كالنور العجيب يجلو الديجور القاتم، والبعام الدنيا الحمد والإكرام، فاديها الرب الحيا نجاها من الأصنام. عود الصليب صار للبيعه مفتاح عدن جنات الأفراح، يا فادي الكون العجيب اجعله آية الرحمة، ننجو من هول النقمة، نخلص من تعذيب النار، نار الخاطين الأشرار، نبلغ أخدار النعمة، ندخل جنة الأنوار. عود الصليب يا فادي نجعله سور، حارسا لبيعتي إيماني وسع المعمور، وقيها الشر الراهيب الخصام والتخريب، وليملك فيها الوئام والأمان والسلام، تحت أفياء الصليب نشدو كمدى أيام. اقبل يا ربنا يسوع المسيح هذه الصلوات والعطور التي قدمناها في عيد ارتفاع صليبك الكريم، وليكن رسمه دوما نصب عيوننا ليقوينا على المسير معك حتى الموت والقيام عن يمينك، فنعيد عيد انتصارك الأبدي ونمجدك وأباك وروحك القدوس إلى الأبد. كنا سوا قادي شاط ألوه قادي شاط ترحم علينا قاضي شاط ألوه قاضي شاط حيلتن قاضي شاط لميوتو الذي لا يموت، قدس أفكارنا ونقي ضمائرنا، فنسبحك تسبيحا نقيا ونصغي إلى كتبك المقدسة، لك المجد إلى الأبد. يا
صليب الأنوار سر فادي الأدهار منك أسرار البيعة فاضت كالنبع الجاري من أنوار الصليب يضحي الكاهن المختار ذا سلطان عجيب حاملا كل الأسرار القديس بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس وبارك يا سيد. آمين. يا إخوتي، إن كلمة الصليب عند الهالكين حماقة، أما عندنا نحن المخلصين فهي قوة الله، لأنه مكتوب سأبيد حكمة الحكماء وأرذل فهم الفهماء. فأين الحكيم؟ وأين عالم الشريعة؟ وأين الباحث في أمور هذا الدهر؟ أما جعل الله حكمة هذا العالم حماقة؟ فبما أن العالم بحكمته ما عرف الله بحسب حكمة الله، رضي الله أن يخلص بحماقة البشارة الذين يؤمنون، لأن اليهود يطلبون الآيات واليونانيين يلتمسون الحكمة، أما نحن فننادي بمسيح مصلوب هو عثار لليهود وحماقة للأمم. وأما للمدعوين أنفسهم من اليهود واليونانيين فهو مسيح قوة الله وحكمة الله، فما يبدو أنه حماقة من الله هو أحكم من الناس، وما يبدو أنه ضعف من الله هو أقوى من الناس. والتسبيح لله دائما. المخلصين فهي قوة الله. أمام بشارة مخلصنا المبشرة بالحياة لنفوسنا، يقدم البخور إلى مراحمك يا رب نصلي. السلام لجميعكم وروحك. من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس يوحنا الذي بشر العالم بالحياة، فلنصغي لبشارة الحياة والخلاص لنفوسنا. كونوا في السكوت أيها السامعون، لأن الإنجيل المقدس يتلى الآن عليكم، فاسمعوا ومجدوا واشكروا كلمة الله الحي. قال يوحنا الرسول: كان بين الصاعدين ليسجدوا في العيد بعض اليونانيين،
فدنا هؤلاء من فيليبوس الذي من بيت صيدا الجليل وسألوه قائلين: يا سيد، نريد أن نرى يسوع. فجاء فيليبوس وقال لإندراوس، وجاء إندراوس وفيليبوس وقالا ليسوع. فأجابهما يسوع قائلا: لقد حانت الساعة لكي يمجد ابن الإنسان. الحق الحق أقول لكم، إن حبة الحنطة إن لم تقع في الأرض وتمت تبقى واحدة، وإن ماتت تأتي بثمار كثيرة. من يحب نفسه يفقدها، ومن يبغضها في هذا العالم يحفظها لحياة أبدية. من يخدمني فليتبعني، وحيث أكون أنا فهناك أيضا يكون خادمي. من يخدمني يكرمه الآب. نفسي الآن مضطربة، فماذا أقول؟ يا أبتي نجني من هذه الساعة، ولكن من أجل هذا بلغت إلى هذه الساعة. يا أبتي مجد اسمك. فجاء صوت من السماء يقول: قد مجدت وسأمجد. وسمع الجمع الحاضر فقالوا: إنه رعد. وقال آخرون: إن ملاكا خاطبه. أجاب يسوع وقال: ما كان هذا الصوت من أجلي، بل من أجلكم. هي الآن دينونة هذا العالم، الآن يطرد سلطان هذا العالم خارجا، وأنا إذا رفعت عن الأرض جذبت إلي الجميع. حقا والأمان لجميعكم. الصليب أخوتي سمعت عنه كتير، وبيبقى أنه نقول إشياء تخلينا نحن كمؤمنين نعيش حالة من الفخر، حالة من النشوة الروحية، حالة من الانتصار. لمن بتسمعوا أن كلمة الصليب عند الهالكين جهالة، أما عندنا نحن المخلصين فهي قوة الله. ما عم نحكي عن شغلة بسيطة جداً أو شغلة بتمرق. لمن منطلع إخوتي براية الصليب، مرات منشوفها بهالطريقة ومرات منشوفها بهالطريقة. كلمة الصليب إخوتي هي سيف. لمن بتحطوه بإيدكن، لمن بتمسكوه بإيدكن، بيكون في بين إيديكن سيف قاطع. الصليب لمن بترسموه على أو بترشموه على جباهكن وعلى صدوركن، بتكونوا عم بتقولوا كلام واضح بدون ما تقولوا الكلام. هيدا الصليب هاللي بالحقيقة حملوه الناس بقلوبهم على صدورهم، اللي حملوه الناس بإيديهم، اللي حملوه الناس وفعلاً عملوا فيه أكبر الحملات. ما عم بحكي عن الحملات الصليبية، إنما حملات ضد كل عدو، خاصة وقت اللي منحكي عن العدو اللي هو عدو جنسنا. لمن منواجه فيه، لمن منعرضه، لمن منطلع فيه مثل ما اطلعوا الشعب مع موسى بالصحراء، ولمن شفيه من لدعات الأفاعي، وعم نحكي عن سموم هذا العالم، بتصور بصفي عنا حكمة مختلفة تماماً عن حكمة العالم وعن نظرة العالم لكل شيء بدور حوليهن. إخوتي افتكر الشيطان عدو جنسنا إنه آخر شيء بيقدر يعمله تيوقف حركة يسوع، تيوقف عمل يسوع، تيوقف برنامج يسوع، هو إنه يزلوا لمن بياخدوا بيسحبوا على الصليب وبيحطوا على صليب العار.
بالحقيقة كل الناس افتكرت بالموجودين بين 2000 سنة افتكروا انه هيدي النهاية، ويسوع ارتضى بحكمة أزلية، ارتضى انه يروح معه للآخر، يروح معه على وكره. والوكر تبعه ما كان بس الصليب، كان انه يفوت على ملعب الشيطان، على وكر الشيطان، وهونيك يسحق راسه، هونيك بوكره. وكر الأفعى اخوتي ما بتلعبوا مع الدنب، بتلعبوا مع الراس. افتكر الشيطان اذا سحب يسوع على الصليب بيكون انتهى منه، خلى كل العالم تتطلع فيه وتقول هيدا هو اللي كنا ماشيين وراه. واكيد يسوع مثل ما سمعتوا بانجيل اليوم، وانا عندما ارتفع اجتذب الي كل احد، خلى كل الناس تتطلع، ترفع عيونها. شو بدي اقول لكم الليله؟ ارفعوا عيونكم، ما تضل عيونكم بالارض. انتو عندكم راي بينرفع لعيون صوبة. اذا رفعتوا راسكم اخوتي معناتها عم بتعيشوا المجد. نيرون وجماعته، كل الاباطرة اللي سحبوا، كل الناس الطيبة اللي كانوا من 2000 سنة عم بيسحبون على اوكار، عم بيسحبون على حلبات الموت بس يلتزوا بدماء. وكيف الضبوعة وكل الحيوانات المفترسة عم بتشقف وتاكل لحم قدام مشهدية هالقد كبيرة، كانوا بس هيك يرتاحوا يشوفوها، تيزلوا المسيحيين اللي بيضلن يعملوا إشارة الصليب، أو لأنهم اعتبروا أنه المسيح هو خلاصهم. بالحقيقة اكتشفوا أنه الملعب أو الساحة اللي كانت ساحة الموت هي ساحة نشوة وانتصار هيدول الناس. بالحقيقة كانوا يخبروا أنه كل القياصرة لمن كانوا يسمعوا الترانيم اللي عم تسمعوها اليوم، أو كانوا يسمعوا المزامير، أو يسمعوا الصلوات اللي كانوا المسيحيين يحملوها على حلبات الموت، كانوا يقولوا منو إلههم هيدا؟ ليش عم بزلونا بترانيم؟ يشوفون لآخر لحظة عم بيعملوا إشارة الصليب، أو عم بيعترفوا بيسوع هو وحده المخلص. كانوا يحسوا بالهزيمة. إخوتي مش جاي أحكيكم عن الصليب، شو عمل الأمبراطور قسطنطين وكيف هيلاني لقيتهم، بعتلكن إياها على مواقع التواصل شوفوها، بتعرفوا كل الخبرية. بس بدي قلكن إن كلمة الصالبين عند الهالكين جهالة. هني بالحقيقة عيشوا جهل كبير، إنه ما عرفوا صليبكن قديش هو صليب الغلبة والنصر، صليب قدر يرفعن لهيدول الناس، مش بس يرفعن كشهود الكنيسة وقوافل الشهداء، إنما علمونا إنه إذا بدنا نعيش على هالأرض هالفانية ما فينا نكون مطقطقين الرأس، ما فينا نكون ناس بلا طعم بلا ريحة بلا نكهة، فينا نكون عطر المسيح بهيدا العالم. بتعرفوا شو مشكلتنا بكل الدول وخاصة العربية إخوتي؟ إنه ما عم نعرف نكون شهود. شهود لمين؟ ما بدن يانا نكون محدا، ما حدا ناطر منا كمسيحيين نكون بلا طعم وبلا لون وبلا نكهة. إذا حبوكن بكل الدول العربية وبالعالم لأنكن جبتوا طعم جديد، نكهة جديدة، جبتوا بصمة جديدة، وهيدا المطلوب منا نعيش اليوم بالشرق كله. نحن منو مطلوب منا نكون إخوتي أعداد وملايين أبداً، مطلوب منا نكون الخميرة، مطلوب منا نكون الملح، مطلوب منا نكون نور هالعالم اللي عايش بظلام، وما في شيء بيقدر يخلينا نكون هيدول الاشياء الا لمن منعلي راسنا وبنطلع بيسوعنا على الصليب. لمن كان يسوع على الصليب اعتبر عدوه انه انتصر، اعتبر عدوه انه هزمه لملك المجد. بس رح قلكن،
كم شغلة بتدل على إنه السيناريو تبع الله المجد له ملك المجد كان عم بيمشي مع سيناريو الشيطان، وبالنهاية صفعوا صفعة قوية لمن قال هالكلمات السبعة على الصليب. شو عم بحاول أقول إخوتي؟ لمن الشيطان عدو يسوع حب إنه يزل يسوع رفعه على الصليب، وهون بلشت المعركة حقيقة، معركة المواجهة اللي افتكر عدو الشيطان لأنه ما بيقرأ لقدام إنه القصة فيها انتصار رهيب. وبلش يسوع، بلشت عملية فداء العالم بدمه الإلهي، بلش الحمل ياخد مطرحه على الصليب، وهيدا هو الحمل اللي حكي عنه بطل الأردن شفيع الأردن يوحنا المعمدان لما دل على يسوع وقال لهم هو ذا حمل الله الذي يرفع خطيئة العالم. كيف بده يتمم؟ ولأنه آخر كلمته كانت لقد تم، كيف بده يتمم؟ تمم بأنه ارتفع على الصليب، اجتذب قلوب الناس على الصليب. وشو صار على الصليب؟ على الصليب يسوع مش بس غفر لكل الناس لأنه معركته مش مع الناس، مش بس غفر لبيلاطس البنت اللي حكم عليه، وأصلا غفر للحكام للجنود لمجلس السنهدرن اللي أصلا كان عم بيصدر أحكام باطلة بدون محامي دفاع. يسوع على الصليب اطلع فيهم نظرة حنان وقال لهم مغفورة لهم خطاياهم. يا بي اغفر لهم، مش عارفين شو عم بيعملوا. يا بي دايما كانت قصة يا بي اطلع فيهم عم بحبهم، وهيدول اللي أنا بدي افتديهم بدمي على الصليب. مشان هيك بيقول مربولوس لقد افتديتم بدم ثمين. هيدا المسيح اللي ارتفع على الصليب إخوتي كان رايح بالمعركة لآخرة، وقت اللي قالوا له إذا كنت أنت الملك خلص نفسك وخلصنا، بالحقيقة ما جاوب، بس كان في جواب معلق فوق راسه على الصليب. شو كان الجواب؟ هذا هو ملك اليهود. وانكتب باللغات الثلاثة تينقال إنه كل شعوب الأرض اللي بيعرفوا يقروا رح يقروا إنري على الصليب، إنه هيدا هو ملك اليهود، هيدا هو الملك الحقيقي اللي بده يجتذب قلوب الناس. أكتر من هيك أخوتي، لمن يسوع قال لهم على الصليب قال لبيو بي بين إيديك بستودع حياتي، كان بيعني كل كلمة عم بيقولها. ليش؟ لأنه أصلا هو قال بيوحنا الفصل 10 ما حدا بيقدر يختطف من يد أبي شيئا. هل الشيطان عدو قادر يختطف كل عملية الفداء وكل المجد اللي يسوع جابه على الصليب؟ أبدا إخوتي. مشان هيك الصفعة أكل الشيطان على الصليب، وبموته لمن أسلم ذاته للموت هون بلشت القصة. افتكروا أنه القصة انتهت وبلش كل موضوع الفداء. يسوع نهار سبت النور بنزوله إلى الجحيم، يسوع بسبت النور لمن فات على وكر الأفعى وكر الشيطان سحق رأسه، وتمت النبوءة الأولى بالكتاب المقدس وقت اللي بيقول عن المرأة ونسل المرأة أنت، عم بيحكي عن الأفعى، ترصدين عقبه وبتعصي للإنسان أو لنسل المرأة بكاحل الإجره وهو يسحق رأسك. بالصليب كان في عملية سحق إخوتي لعملية كل شيء اسمه سموم بالعالم. وأنا بقلكن شغلي، إذا في سموم اليوم بالعالم إخوتي هو من ورانا نحن المسيحيين اللي أصلاً معرفنا ناخد من سم الأفاعي الموجودين أكيد بهالعالم تنعمل طبخة اسمها طبخة سلامية، طبخة فينا نقول من سم هل السموم الموجودة نعمل اللي منسميه إذا بدكن الفاكسين اللي كنتوا عم تاخدوه. وهيدا الفاكسين إخوتي بالعالم هو اللي بده يعطينا القوة على أنه مطرح ما نكون يكون عنا كلمة حياة، مطرح ما منكون بيكون عنا كلمة خلاصية، مطرح ما منكون منكون امتداد لعمل يسوع الخلاصي ولعمليته الفدائية على الصليب. وإلا
الصليب بصفي حتى لقلنا نحن المخلصين اللي لازم يكون قوة الله بصفي جهالة. ليش؟ لأنه حتى قوة الله بطلت عم تعرف تخرق قلوبنا، عقولنا، أفكارنا، لساناتنا، وصرنا منتماهى مع هالعالم ومع طبيعة العالم ومع فكر العالم، بطلنا عم نعرف مثل ما بيقول القداس لتكن أفكارنا وعقولنا وقلوبنا مرتفعة إلى العلا، حتى نشوف مجدنا وين، خلاصنا بمين، مين اللي بيعطينا هيدا اللي منسميه الفاكسين، اللي هو الطعم لكل سموم هالعالم. إذا كان للشعب اللي كان مع موسى قال له نرفعوا نظركم، اطلعوا بهالحي النحاسية اللي موجودة اليوم بجبل نابو، رفعوا ومن يومتها بلشت فعلا عملية شفاء الناس. هيدا الكوكب اللي مضروب إخوتي بعمقه، مضروب ما بيقدر يشفيه إلا إذا اطلعنا بصليب المسيح. اطلعوا فيه بتعرفوا إنه عملية الخلاص وعملية الفداء كلها فيه. ليه؟ لأنه إلهكن إله الرحمة، إله الخلاص، إله اللي ما بيشبه ولا حدا من اللي إجوا على هالأرض. إلهكن إجا طيعطيكن طعم جديد، نكهة جديدة، يدوقكن أنتوا على الأرض مملكته. مشان هيك لمن بتقولوا الأبانة بتقولوا ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك ومشيئته منا أكتر من أنه أن لا يهلك أحد. شو بده منكن اليوم؟ بده يكن تمشوا وراه يا حاملا صليب الفداء مر من صوبنا. نحن كمان اللي عم نمشي دروب تعاسة ودروب يمكن ألم ودروب يمكن موت، مر من صوبنا يا رب، وعلمنا نشتهي نتطلع فيك، نتطلع بمجدك، نتطلع بعملية خلاصك، ونبلش عن جد نخطط كيف ممكن نعبر مع الناس اللي حطن أمانات بين إيدينا إلى ميناء الحياة الأبدية. والعبارة الوحيدة إخوتي، انتبهوا لي شو عم بقول، العبارة الوحيدة تنعبر من هيدا العالم إلى الحياة الأبدية هو صليب يسوع المسيح. ياما على مواقع التواصل بتشوفوا فيه هو كبيرة، وبس تحطوا الصليب اللي عكتافكن بين القاطع الأول والقاطع الثاني بصفي فيكن تعبروا إلى شاطئ الأمان إلى ميناء الحياة الأبدية. من هالمنطلق إخوتي اليوم من نهار عادي، ولا بيقبل يكون نهار عادي وزمن عادي، إنه العالم بعد عم تحكي بالنبوءات وبشو عم بيصير ويمكن نهايات وإلى أي نهايات. إخوتي عم نحكي عن بداية لنهاية السموم الموجودة بالعالم، وما في شيء رح يعطينا النهاية وطعمة النهاية، لأنه منا بسمفونية موت، نحن بسمفونية حياة. ما في شيء رح يعطينا النهاية إلا عندما بصير الإنجيل عم بيتعمم بكل الأوساط بكل الأقطار بالعالم، هو كلمة حياة، والصليب رح يكون عبارة لكل العالم. بعرف إنه هيدا الشيء كتير بعده بعيد، مشان هيك بقلكن اوعى تحكوا عن نهاية العالم، شلوها من راسكن. أكيد في عنا كتير سموم بدنا نعبر فيها وطرقات. منقول إني ولو سلكت في وادي ظلال الموت لا أخاف سوءا لأنك معي. نعم الله معنا، بس الله ما بينهي نهايات دراماتيكية مثل اللي بتشوفوها بالتلفزيونات. لا، ربنا عنده نهاية مشرفة لكل إنسان بيعرف يحط إكليل المجد على راسه، يعتمر صليب بإيده ويعرف يمشي دروب الحياة ورا صليب يسوع المسيح. احمل صليبك واتبعني، وهون بتبلش قصة المغامرة وقصة الانتصار. بس اعرفوا شغلي إخوتي، إنه عدو يسوع المسيح عدوكن انكسرت شوكته على الصليب، والصليب عمل فعلا صفعة أزلية للشيطان، ربط يسوع المسيح الشيطان. أنا بسأل ليش في الشياطين عم بتفر على اليمين وعلى الشمال؟ مين لازم يربطهم؟ مش المسيحيين؟ إذا كانوا المسيحيين اليوم بأمرك سيدنا ومثل ما بتريد وما توخزني ومش أنا ومش طعمتي وأنا مثلي مثلك وحبيب قلبي وبنزل وبمسح الصباط، بتصور إخوتي رح تكون نهاية المسيحيين نهاية حقيقة غير مشرفة لمسيح اللي شرفهم وعطاهم الاسم
عطاهن المفتاح وعطاهن الطريقة. الطريقة هو اللي قال أنا الطريق والحق والحياة. أي طريق إخوتي؟ طريق الجلجلة بعده بأوله، طريق الصليب بعده بأوله. تفضلوا جاهدوا الجهاد الحسن، كونوا عن جد أقوياء. النصر لا محالة جاي على الطريق، شرط إخوتي ما نضلنا ورا وما نضلنا عم نتلهى بأشور كتير كبيرة بهالعالم. الله يقدسكن. بعرف إنه اليوم عيد كبير، بتعرفوا القصة، برجع بقلكن، بس بهمني إنه يبلش تخلق فيكن ابتداء من هالليلة وخاصة بهالزمن الصعب شهوة النصر، شهوة الحياة، شهوة القيامة، شهوة الصليب، لأنه كلمة الصليب عندكن أنتو المخلصين قوة الله. ولما نقلكن اعملوا إشارة الصليب إخوتي، لا نعملها هيك ولا منعملها ما بعرف شو، ما بعرف كيف عم تنعمل، منعملها بكل فخر وعزة، تنقول هيدا هو صليب فخرنا وصليب نصرنا. الله يبارككن، وإن شاء الله دايما بتكونوا شعب بيعرف يكون شعب يسوع المسيح المنتصر. أمين. نؤمن بإله واحد. نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساو للأب في الجوهر. الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وصار إنسانا وصلب عنا على عهد بلاص البلطي، تألم ومات وقبر وقام في اليوم الثالث كما جاء في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الله الآب، وأيضا يأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات، الذي لا فناء لملكه. ونؤمن بالروح القدس الرب المحيي الممسك من الآب والابن، الذي هو مع الآب والابن يشهد له المجد الناطق بالأنبياء والرسل، وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، معمودية واحدة لمغفرة الخطايا ولتشفي الموتى والحياة في الدهر الآتي. وينو بسوغ الطيب وتوخ عول البيت وخ وسجود بهايك لوت كوتشوخ تحتو مريض بارن وبزادي كوتوخ لفاي صلوا على إيمة والمران ألوهن قبل قربونه نترحم عليك مصلوته. هللويا. قال الرب إنني الخبز المحيي آتي من حضن الآب قوتا للعالم قابلاني حضن العذراء الأم الناقي عذراء مريم مثل حبات القمح في الأرض الخصبة سرت فوق المسبح قوتا للبيع هللويا وخبز الحياة. أيها الرب الإله العظيم، يا من قبلت قرابين الأولين، اقبل ما حمل إليك أبناؤك من قرابين حبا لك ولاسمك القدوس، أجزل عليهم بركاتك الروحية وبدل عطاياهم الزائلة، هب لهم الحياة والملكوت لذكر ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح وكل تدبير الخلاص من أجلنا. نذكر على هذا القربان الموضوع أمامنا جميع الذين حسنوا لدى الله من آدم حتى اليوم، لا سيما الطوبوية وليدة الله مريم والقديس يوسف ومارون وشربل.
أذكر اللهم أباءنا وإخوتنا الأحياء والأموات أبناء البيعة المقدسة، بخاصة من نقدم عنهم هذه الذبيحة. رنيه متري، سعد الله جبور، وديعة وكيم، لراحة نفسهم ولشفاء كل المرضى اللي طلبوا نذكرهم بهالذبيحة. واذكر جميع المشتركين معنا اليوم في هذا القربان. في ظل حمايتك نلتجئ يا مريم، لا تردي طلبتنا عندما ندعوك. في ظل حمايتك نلتجئ يا فخر البرايا، يا خير الورى، يا بحر العطايا في الدنيا جرى. في ظل حمايتك باب السماء، يا أم الفداء، يا عين الرجاء، يا نور الهدى. في ظل حمايتك نلتجئ يا مريم، لا ترد طلبتنا عندما ندعوك. نفور مار بطرس هامة الرسل. المجد للآب والابن والروح القدس من الآن وإلى الأبد. أيها الآب إله السلام وسيد الأمان، هب لنا جميعا وأهلنا أن نعانق بعضنا بعضا في نسمة من محبتك لا تنقطع، بكبلة لا غش فيها، فنرفع المجد والشكر إليك وإلى ابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. السلام لك يا مذبح الله، السلام للأسرار المقدسة الموضوعة عليك، السلام إخوتي لكم إخوتي المسيح خدام الروح القدوس. طوبى للسعينا إلى أمامك ربنا انحني لنقبل منك البركة والمعونة لضعفنا، لأنك للجميع الملجأ والمعين، وإليك نرفع المجد والشكر وإلى ابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. يا رب أضئ بوجهك علينا الآن وخلصنا من كل شر وامحو جميع مخالفاتنا، فنرفع المجد والشكر إليك وإلى ابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. محبة الله الآب، نعمة الابن الوحيد، شركة وحلول الروح القدس مع جميعكم يا إخوتي إلى الأبد. لتكن أفكارنا عقولنا وقلوبنا مرتفعة إلى العلا. لنشكر الرب متهيبين ونسجد له خاشعين. إنه لحق وواجب. حقا إنه لواجب ولائق أن نمجدك ونعظمك يا خالق جميع البرايا. إن نمجدك مع الملائكة بأصوات التسبيح هاتفين وقائلين قدوس. Thank you.
لأنك القدوس اللهم الآب وكثير المراحم، لأنك بحبك للبشر أرسلت ابنك إلى العالم فتجسد من مريم البتول لخلاصنا. وبيوم هودك دم حشد لي مع بيت حي نساب اللحم بداو قادي شوتو وباريخ وقديش وقصويا بالتلمدا وكدمار سابخون المني كل خون هونو دينيتا وفغرو الدين دحلو فيكون وحلو فسقي ما تقصي وما تهيب حسوي وتحوب والحاي دلو لمعلمين هخانو عالكوس ودمزغ ومن حمر ومن مايو بريخ وقادش ويا بالتلمدا وكدمار سابشتا ومن اكل خون هونو دينيتا ودموديل دياتك احداتو دحلو فيكون وحلو فسقيه ما تشاد وما تهاب حسو يتحوب والحاي دلعوا لم علمين وبهذا أوصاهم وحضهم قائلا كل مرة تكملون هذه الأسرار تذكرون موتي وتعترفون بقيامتي حتى مجيئي نذكر موتك يا رب ونعترف بقيامتك وننتظر مجيئك الثاني ونطلب منك الرحمة والحنان ونسألك مغفرة الخطايا فلتشمل مراحمك كلنا فيما نحن نذكر يا رب مجيئك الخلاص ومجيئك الثاني نقدم لك التسبيح مبتهلين ألا تسلمنا بسبب خطايانا يوم تدين الأبرار والخطأ بل ترأف بنا وارحمنا وأشح بوجهك عن خطايانا وعضدنا لهذا تضرع إليك بعتك ورعيتك وبك ومعك إلى أبيك وهي تقول ارحمنا أيها الآب الضابط الكل ارحمنا نحن أيضا يا رب أبناءك الخطأ فيما نقبل نعمك نشكرك عنها ومن أجلها كلها إياك نسبح إياك نمجد إياك نبارك لك نسجد بك نعترف ومنك نطلب فاشفق اللهم علينا وارحمنا واستجب لنا ما رغبها ساعة أحبائي ينحدر فيها الروح الحي القدوس ويحل على هذا القربان الموضوع لتقديسنا فلنقف مصلينا خاشعين استجبنا يا رب استجبنا يا رب استجبنا يا رب وليأتي روحك الحي القدوس ويحل علينا وعلى هذا القربان يجعل بحلول هذا الخبز جسد المسيح إلهنا ويجعل مزيج هذه الكأس دم المسيح إلهنا فتكون هذه الأسرار لتنقية نفوس المشتركين فيها وأجسادهم من كل خطيئة وللحياة الأبدية اقبل يا رب ابتهالنا وطلبتنا وامنح الأمان لشعبك والسلام لرعيتك واحفظ رعاتنا مار فرانسيس بابا روما ومار بشارة بطرس بطريركنا الإنطاكي ومار موسى مطراننا وعدد الكهنة والشماميسة وخدمة تبعتك المقدسة ليكونوا متضرعين ومتوسلين إليك عنا نسألك يا رب كيري أليسون كيري أليسون كيري أليسون
لأجل كل من يبحث في العلم والمعرفة عن معنى لحياته معتبراً أن الإيمان ضعفاً ووهماً، ولأجل الشبيبة التي تبحث في المشاهير والأبطال ومواقع التواصل الاجتماعي عن القدوة والمثال، ولأجل كل من فقد منهم الثقة بنفسه وبقدراته بسبب جروحات الحياة التي سببها لهم الآخرون، نسألك بحق صليبك القوي أن تحول فراغهم إلى مصدر للإشعاع والانطلاق من جديد. إليك يا رب نصلي، فاستجب لنا. كيري أليسون، كيري أليسون، كيري أليسون. لأجل القابعين في جوف الإيمان السطحي والعاطفي كي يختبروا عمق الإيمان فيكونوا مستعدين وثابتين عندما تضربهم شتى أنواع الرياح، ولأجل المكبلين بالخوف ومن تأكلهم هموم الحياة وأصبحوا في حالة جمود وقلق دائمين بسبب ظروف حياتهم القاسية، نسألك بحق صليبك منارة الإيمان أن تسير بهم إلى العمق. إليك يا رب نصلي، فاستجب لنا. كيري يا ليسون، كيري يا ليسون، كيري يا ليسون. لأجل كل إنسان سمع صوتك ينادي قلبه لاتباعك وتكريس حياتها لك وهو ضائع ومرتبك في قراره، نسألك بحق صليبك المشجع أن تمن عليه بموهبة التمييز فينطلق بشجاعة وراء مغامرة الدعوة. إليك يا رب نصلي، فاستجب لنا. كيري يا ليسون، كيري يا ليسون، كيري يا ليسون. لأجل من يعيش ضحية للرفض والسخرية من قبل الآخرين ولأجل المضطهدين من أجل الإيمان، لا سيما الذين يعانون شتى أنواع العنف والخطر، نسألك بحق صليبك أن تبلسم قلوبهم بحضورك وتعطيهم أن يثبتوا في قلب المحنة فيستسلموا لمشيئتك في حياتهم بإيمان وثقة. إليك يا رب نصلي، فاستجب لنا. لأجل الأمهات والآباء الذين فقدوا أولاداً، ولأجل اليائسين والمضنوكين من الظلم واللامساواة في هذه الحياة، ومن أجل فاقدي الرغبة في العيش، ولأجل الذين يعانون من الفقر والعوز والحرمان، نسألك بحق صليبك المقدس أن تظهر ذاتك وحضورك في حياتهم ليخرجوا من يأسهم واستسلامهم، ونسألك أيضاً أن تعزي قلوبهم وتحميهم من خطيئة الحقد والكراهية وتسلحهم بموهبة الاتكال عليك التي تجعل منهم شهوداً لعملك. إليك يا رب نصلي، فاستجب لنا. كيري يا ليسون، كيري يا ليسون، هذه المملكة وقبطانها جلالة الملك عبد الله الثاني وكل العاملين في السلك العسكري والأمني، نسألك بحق صليبك المخلص أن تعطيهم جميعا السلام والفرح والعزم على إكمال المسيرة للوصول إلى شاطئ الأمان المنشود، كما ونصلي من أجل هذا الشرق الرازح تحت وطأة الأزمات المتواترة والمتعاقبة عليه فتخرجه من محنته ومأساته. إليك يا رب نصلي، فاستجب لنا. كيري يا ليسون، كيري يا ليسون، كيري يا ليسون. لأجل كل إنسان تبوأ مراكز مهمة في المجتمع
وابتعد عن طريق التواضع غارقاً في كبريائه وغروره. ولأجل أصحاب القرارات في المؤسسات الكنسية والدولية، نسألك بحق صليبك القادر أن تنير قراراتهم لتكون في خدمة شعبك بعيداً عن المصالح والمكاسب الشخصية، وتحطم كبرياءهم ليعودوا عن غرورهم إلى طريق الحق. إليك يا رب نصلي فاستجب لنا. كيريا ليسون كيريا ليسون. لأجل العاملين في مجال الإعلام، نسألك بحق صليبك المنير أن تساعدهم ليكونوا قنوات رجاء من خلال مهنتهم، فلا يساهموا على مثال إعلام اليوم في زرع الإحباط واليأس في قلوب الناس. إليك يا رب نصلي فاستجب لنا. لأجل كل من فقد إنسانا عزيزا على قلبه ويعيش في أزمة إيمان، لأجل من بسبب العنف والفساد فقد أحباء له وقد فقد معنى الحياة والفرح وغرق في أزمة وجودية حالكة الظلام، نسألك بحق صليبك المنير أن تضع على دروبهم شهودا للرجاء اختبروا الطريق عينها وعبروها بأمان، وتجعل من اختبار الموت والفراغ فرصة لعيش الصليب بمعناه العميق والحقيقي، فيكون جسر عبور إلى ولادة روحية جديدة من رحم الموت. فإن صليبك قوتنا ورجاؤنا وتاج نصرنا، وقد قلب كل الموازين الإنسانية والحكمة البشرية وأدخلنا في منطق جديد حيث كل خسران هو ربح وكل موت هو حياة، غافرا لنا ولهم الخطايا والزلات، ونرجو أن ننال المراحم وغفران الخطايا لنا ولهم. أرح اللهم الموتى واغفر خطايانا التي اقترفناها بمعرفة سمحنا اللهم، واغفر لنا ولهم فيتمجد بنا وبكل شيء اسمك المبارك مع اسم ربنا يسوع المسيح وروحك الحي القدوس الآن وإلى الأبد. كما كان وهو الآن هكذا يكون إلى الأبد. آمين. أمام كأسك تنحنير الرؤوس تخفيق القلوب تتمتم شفاه وتحلم العيون بنورك المضيء لتكن يا رب تلبتنا بمراحمك بخورا فنقرب بك لأبيك لك المجد إلى الأبد. لقد صلبت يا رب من أجل رعيتك وأضأت عليها بصليب النور، فها هي اليوم تكرم صليبك وتسجد له فارحمها وأهلها أن تدعو أباك المبارك فتقول أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك يأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفافة يومنا واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطأ إلينا ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير لأن لك الملك والقوة والمجد
إلى أبد الآبدين. آمين. أيها الآب الأزلي، اقبل صلاتنا وباركنا نحن المستعدين لتناول جسد ابنك في عيد اكتشاف وارتفاع صليبه المقدس. ثبتنا على انتظار مجيء الثاني بالفرح والسهر، فنبقى أمناء للخدمة التي أوكلنا بها، وإذ قال لنا: تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقلي الأحمال وأنا أريحكم، احملوا نيري عليكم وتعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب، فتجدوا راحة لنفوسكم لأن نيري هين وحملي خفيف. فإنا نعدك بأننا سنحمل الصليب بفرح ونشاط ونواصل المسير إليك، فنمجدك وابنك الوحيد فادينا ومخلصنا، ونسبح روحك القدوس الآن وإلى الأبد. آمين. السلام لجميعكم. وما روحك. نحن رؤوسكم أمام الله الرؤوف، وأمام مذبحه الغافر، وأمام جسد مخلصنا ودمه المحيي لمن يتناوله. واقبلوا البركة من الرب. بارك يا رب الساجدين لك المنحنين أمامك الضارعين إليك، أهلهم لمراحمك وغفران خطاياهم، لأنك كثير المراحم وعلى كل شيء قدير. ونرفع المجد والشكر إليك وإلى ابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. نعمة الثالوث الأقدس الأزل المتساوي في الجوهر مع جميعكم يا إخوتي إلى الأبد. كل واحد منا إلى الله بتهيب وخشوع، وليسأله الرحمة والحنان. الأقداس للقديسين بالكمال والنقاوة والقداسة. آب واحد قدوس، ابن واحد قدوس، روح واحد قدوس، تبارك اسم الرب. لأنه واحد في السماء وعلى الأرض له المجد إلى الأبد. أهلنا أيها الرب الإله أن تتقدس أجسادنا بجسدك القدوس، وتتنقى نفوسنا بدمك الغفور، وليكن تناولنا لمغفرة خطايانا والحياة الجديدة. يا ربنا وإلهنا لك المجد إلى الأبد. آمين. في الصليب
قد رأينا في الصليب قوة الرحمن إذ بدأ أمر عجيب فدية للجاني في بك ملكي
أتوق إليك تعال، ترنم لك شفتايا، أحبك للأبد. صليب المقدس خشبة الحياة، هادم الضلال وواهب العالم الخلاص، أنت راية الظفر في المعركة، بك صنعت الآيات العجيبة، إنك مبطل الذبائح ومتمم الأسرار، بك يأتينا السلام ويحل فينا الفرح، بك ترتفع الكنيسة ويصان أبناؤها، بك تتقدس أجسادنا وتتنقى نفوسنا، بك تمحى زلاتنا ويزيد برنا، بك يدرك المؤمنون الكمال، بك يتسلح الأحياء، بك يستريح الراقدون، بك نستظل في اليوم الآخر، ومعك نسير إلى منزل الحياة، ونرفع المجد إلى المسيح الكلمة الذي صلب عليك وإلى أبيه وروحه القدوس إلى الأبد. السلام لجميعكم. أبسط أيها الرب يسوع يمينك، بارك شعبك، احفظهم بصليبك، كلهم سترا وملجأ، كملهم بفيض بركاتك، فنرفع معهم المجد والشكر إليك وإلى أبيك وروحك القدوس الآن وإلى الأبد.